أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق دمنهور الدولة العمومي معاكم قناة المواش اليوم يوم 12/5/2024 وتعالوا شوفوا أسعار العجول الذكورة اللحم البقري مع أولاد العمري الله يبارك لهم الحاج فتحي العمري والمع حاج حامد العمري بسم الله ما شاء الله الله ينور يا حاج حامد بسم الله ما شاء الله الله أكبر يقول لنا مواش يقول للجين الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله تحت إدارة أحمد حامد فتح الله يبارك له بجزارة العمر يا جماعة الله يبارك لهم بسم الله ما شاء الله بكم الكيلو جاي يا حاج حامد النهارده والله احنا ب 170 جنيه جاي 170 جنيه جاي يا جماعه بسم الله ما شاء الله على المال وعلى الحلاوه ربنا يبارك على احمد جاي من بطور الله اكبر احمد جاي من بطور جاي من بطور الله يبارك له الغربيه وناس الغربيه الناس المية مية الله يبارك لهم اللي ما نسينه النهارين بسوق دمنهور الله 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 يبارك لك المال يا جماعه صلاه النبي عليها هو ربنا يبارك للمال واصحاب المال الله اكبر بسم الله ما شاء الله عامل يام على بعضه ده 90,000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر مش راضي بالتسعين والله يرضى النبي عليه ربنا يبارك المال واصحاب المال الله اكبر بالله عليك ست وسنان يخاف حي بسيط اللهم صل عليه كنب اللهم صل عليه ورحمه الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليه كنب اوعى بس اوعى بالفلوس اوعى شوف اللحم البيع والشراء يا جماعه بسم الله ما شاء الله والله احنا مش عارفين نعمل ايه ربنا يبارك في المال واصحاب المال الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليه كلمه والله ما اعرف عايز تعلم وراه يا شيخ اجيبك والله انت ما انتش مصدق بس الله يرضى عليها يا جماعه الله اكبر ان شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر والله شباب ميزان شباب ميزان ادينا رقمك يا صاحبي لو حد عايز كام الرقم 0100 94 75 607 الاسم طيب احمد عادل احمد عادل يا جماعه كتور غربيه ايوه كتور غربيه يا جماعه الناس المية مية احسن لا ده ينزل على راسنا حاج حان لا 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 ده راي الناس محترمه بتوع الغربيه مش من انا شاري غالي بسم الله ما شاء الله اصل انا شاري غالي لحمه نظيفه مفيش منها لحمه الله اكبر بسم الله ما شاء الله معلم سلامه الدكري جاي الله اكبر بس انا شاري غالي سلام الله يبارك لك الحاجه الحلوه ما تقدرش لا الحاجه الحلوه تمنها الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله المال صلاة النبي عليها هو ربنا يبارك في المال واصحاب المال اللهم صل عليك انا بسم الله ما شاء الله الله اكبر المال صلاة النبي عليها الله اكبر الله اكبر لا ذكر يا حاج بسم الله ما شاء الله اي حد يتواصل معاك يا صاحبي تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك احلى وجه الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين احلى وجه عشان خاطر صلاه النبي عليه اهو يا جماعه ربنا يبارك في المال واصحاب المال اللهم صل عليك الله اكبر الله يبارك لك يا حامد ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين بسم الله ما شاء الله لا لحم بسم الله ما شاء الله الله اكبر دي تبع الحاج رفعت رجع الحاج رفعت رجع هم بتوع الفاكهه ودي الفاكهه بتاعتهم الله يبارك لكم مدينه ناصر الله اكبر هم دول بتوع الفاكهه هم دول بتوع الفاكهه هم دول بتوع الفاكهه الله يبارك لك اولاد رجع الحاج رفعت رجع ابو ميد ابو ميد والحاج رفعت رجع ابو ميد هو ده بتاع اللحمه الطيبه الله يبارك لك لا مال صلاه النبي عليه يلا الله اكبر صباح الفل عليك بسم الله ما شاء الله بس مشي يا عمنا يا جماعه بسم الله ما شاء الله الله يبارك له بسم الله ما شاء الله خدتوا يا ما حاج ده يا ما ب 110 بطاقه 1010 الله اكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اللهم صل عليك يا هي دي العجوله يا جدعان الله اكبر اه حاج محمد حاج محمد ايوه يا عم سبع دول يا عم اللهم صل عليك صل على النبي لحمه اولاد السعداني يلا اولاد السعداني لا
جزارة أبو بلال اللهم صل عليه كنف المال يا جماعة صلاة النبي عليه عمل ياما ده حج محمد عمل ياما 85 ألف المال صلاة النبي عليه الله أكبر يبارك المال وصحاب المال الله أكبر الله اكبر يا شرع استاذ البراون ده يا محمد 62 بكام يا حاج محمد بكام يا حاج جيلي والله ما قلت لك بكام 85000 بكام الكيلو جاي من النهارده يا حاج 150 جنيه 170 170 175 بسم الله على بقى الكبير بقى فينا يبارك في المال سبحان الله اكبر معك تاني يا حاج محمد بسم الله ما شاء الله هات يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليه كلمة المال صلاة الله أكبر يلعب في الدين اللهم صل عليه كلمة اللهم صل عليه كلمة الله أكبر الله أكبر احفظ المال ده يذكر الله ولا إله إلا الله ربنا يبعد عنه عننا البلاء اللهم صل عليه الدلنجات حاجة رقم واحد أبو بلال الدلنجات رقم واحد يا جماعة بسم الله ما شاء الله بكام يا حاج محمد الدبابة دي؟ 100000 كم والله؟ 100 بأمان لا ينقص فكة كده من 100 ها؟ ينقص فكة من 100 ينقص كم والله؟ تعالوا اهو كم بالامان تعال هنا الله هو اكبر بسم الله ما شاء الله دبابات هات يا جماعه بسم الله ما شاء الله من الحلال دي مش عارفين نوقف من السوق طبعا ربنا يبارك على بقى اصحاب النار الله اكبر بص عليكم من الحلال اهو انا اهو انا اهو عامل ايه الله هو اكبر الله هو اكبر المال صلاه النبي عليه بسم الله ما شاء الله خليك هنا بقى الله خليك هنا الله هو اكبر خليك في التقيل دبابات يا جماعه اللي مالوش في المينا بيحس في الدين اللي مالوش في المينا بياكل الدين زي ما قال الحاج محمد اولاد السعداني اولاد السعداني يا جماعه بكام يا حاج محمد الله وكيل العجل 100000 و10 بسم الله ما شاء الله بص 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 بسم الله ما شاء الله كله هنا اهو مال الحلال دي بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليه مال الحلال اهو مال يا جماعه صلاه النبي عليه الله اكبر صور مال الحلال دي يطلع طين كم الكيلو كام يا حاج 150 انت عايز تظبط العمل ماشي حاج حمودي حاج عبد الحليم اولاد بلال يا جماعه جزارة بلال الدلنجات الله يبارك لهم تجار اللحم الثقيل يا جماعه ربنا يبارك لهم ويصلح حاله الله اكبر كم يا حاج عبد الحليم والله ثمن ولا ميزان ثمن 125 يا عم الحاج محمد قال لنا 110 انا اعرفش حاجه والله بجد انت اللي ايوه يا عمدي صباح الفل الله ينور عليكم والله بسم الله ما شاء الله المال يا ابني الله هو اكبر شفت المال يا ابني الله يبارك له بسم الله ما شاء الله محمد بنزل من حقه 12 بقول له 110 بكام بقى 125000 يا عم قلت له اكتب عليك 125 انا بروح اكتب عليك 125000 يا جماعه دبابات هي بسم الله ما شاء الله 760 كيلو واسمع الكلام واسمع الكلام دبابات هات يا جماعه بسم الله ما شاء الله جزارة بلال يا هلا جزارة بلال يا جماعه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للمال واصحاب الله اكبر الله اكبر بكم الكيلو جاي من النهارده حجي النهارده ب 165 165 ربنا يرخيه على عباده يا رب اللهم امين بسم الله ما شاء الله ادينا الرقم يا حجينا 0 3 وحيد 6 38 35 38 يا جماعه الحاج عبد الحليم الله يبارك له بسم الله ما شاء الله بارك يا خالد 175 جاي جاي 175 الساد الحاج بيقول ب 175 انا بايعه انا ماليش دعوه ببيعك انت كل حاجه ولا حاجه الله اكبر انت بعت غالي الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي المال صلاة النبي عليها يا جماعة دبابات يا بسم الله ما شاء الله الله أكبر المال ايش من ده ربنا من ده يابا الله أكبر بسم الله ما شاء الله كل اللي يذبح ده يا حاج الله وكيل ما كل اللي يذبح من ده خالص بسم الله بسم الله رقم واحد دي في الدرجات دي صل عليك يا نبي ابو بلال يا حاج الحاج علواني الله يبارك لكم الحاج علواني يا جماعه بسم الله ما شاء الله على المال الله اكبر بسم الله ربنا يبارك لكم يا حاج صورت والله بسم الله ما شاء الله محمد اللهم صل عليك يا ربنا يستر عليك يا رب اللهم امين بس يا محمد ما شاء الله صل على النبي
ما تنسوش ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم عنينا البلاء يا رب، اللهم امين. اشكر الله قول لا اله الا الله، تسمع ذكر الله تقول لا اله الا الله، الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.